مش عارفه انت هو حاولي حاولي. حاول حاول، يلا اسرع، برافو يا ادب، يلا يا مايا ادب هيكسبك كده. لا انا عايزه البنت تبقى قويه. خدي يا مايا، طب انت كملي على دي، خدي كملي على دي، انا هخلي التحدي ده بينكم انتوا الاثنين، يلا هشوف مين فيكم الاسرع. يلا 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 يلا. هي اللي كسبت. يلا التحدي الثاني رش. انت اللي خسرت، يبقى انا وهي هنرش. 1 2. ايه ده، الحق اللي وراك ده، ايه ده، يلا رش رش رش. يلا التحدي الثاني، مين فيكم بيعرف يعمل وشوش بتضحك؟ انا. لا انت اللي هتبتدي لانك انت الخسران. خلاص يلا، وبعدين افتح، قول 1 2 3 وافتح كده ضحكني. يلا 1 2 3 1 2. انت بقى دورك عشان تحاولي تضحكيني. يلا خلاص استاب، يبقى الحرب خلصت. دلوقتي اجيب لكم انتوا الاثنين عصير، وهشوف مين فيكم اللي هيخسر، واللي هيخسر هو اللي هياكل اكتر حاجه بيكرهها. اوكي ماشي. 1 2 3 ابتدي. استوب، انا اللي كسبت. لا اصل انت لا ما دلقتش. استوب، كلنا كوبايتنا كانت قد بعض. استوب كده، انتوا الاثنين خسرتوا. استوب، يبقى انتوا الاثنين هتاكلوا اكتر اكل ما بتحبوهوش. خلاص انتوا الاثنين بقى هتاكلوا دلوقتي، هعمل سباق، اللي هياكل معلقتين اسرع هو اللي هيكسب. يلا 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 بسرعه. يلا لا، حط في المعلقه، انا شايفاك. يلا اخر، يلا يلا اخر مره. طعمها حلوة؟ حلوة قوي؟ عجبك يعني؟ حبيت؟ مايا كده. مايا هي اللي أكلت أكتر، يبقى هي اللي كسبت، كسبانة عليه. تحاول تقلد لي مايا كده. خلاص أيوة، خلاص احنا كلنا هنضحك بقى دلوقتي، عشان انتوا الاتنين خلاص كسبتوا، وانا هشوفكوا في المرحلة اللي جاية. اوكي اوكي، باي باي، برافو عليكم شاطرين، باي. عايزه اقول لك مبروك، انت كسبت معانا وطلعت بالمركز الاول. بص انا اخترعت جهاز بيخلي الحيوانات تتكلم. بجد؟ اه، وهو ده الجهاز. أمون كيف هيتكلم؟ أنت عمرك كلمت حيوانات؟ لا. أنا كنت عارفة إن أنا أول واحدة اخترع الجهاز ده، هخليه دلوقتي يكلمك، بس اوعى تقول لحد. ماشي ماشي. أرنوبي. أيوه. كلم أحمد صاحبي، هو ده صاحبي اللي أنا قلت لك عليه اللي فاز النهاردة. إيه يا محمد، عامل إيه؟ كويس. أخبارك إيه؟ الحمد لله. وانت كمان. اتكلم معاه بقى، اقول له حاسس بايه دلوقتي كده؟ حاسس بايه دلوقتي؟ انا حاسس ببرد. اكون حاسس بايه يعني؟ انت شايفني قاعد لابس فرو بس الدنيا برد. هقوم اجيب له حاجه تدفيه، خلي بالك منه والنبي. ماشي، لو عايز اي حاجه ولا عايز يعمل بيبي ولا حاجه قول لي، او اعملها له انت. ماشي، بس خلي بالك منه، اوعى تزعق له ولا تزعله. ماشي. ايه يا ابو حميد؟ الو. في سنه كام؟ في برايمري 1. بقول لك ايه،
قبل ما هي تجيب لي حاجة تدفيني. بتعرف تغني؟ هي الأغنية لها علاقة بالدفة. أيوة يا عم، هدينا بنتسلى واحنا قاعدين مع بعض. ممكن تغني لي أي حاجة بخصوص السنة الجديدة؟ تعرف تفصل؟ اسكت شوية، طب أنا معلش أنا صدعت عايزك تغني لي منك. حاجة. الله، ممكن تغني لي ميري كريسمس؟ خلاص طب يلا أنا قاعد مستنيك أهو. اسكت اسكت يلا غني لي. طيب الله، اسكت بقى. طب مش هي وصيتك قبل ما تمشي إن أنت لو أنا طلبت منك أي حاجة تعملها لي؟ طب اسكت اغني لي. أه اسكت أهو. هتسمعني سكتك؟ انت عايزك تسكت، مش عايز اسمعك تاني. تعالى اقول لك بس على حاجه. لا مش هجيلك. تعالى بس انا، وانت مش عايز تفصل مش هجيلك. يا استاذ شيخ خلاص بقى، انا هنادي على استاذ شيخ هي تشوف لي حل. خلاص يا استاذ شوشو. ايوه حبيبي. انا حقيقي كنت بدفي سجاير تحت بعض. خلاني اصدع. خلاك ايه؟ اصدع. الواد ده كان عايز يخطفني. لا الواد ده كان عايز يخطفني. اقسم بالله لا لا. اقسم بالله لا. اخرس، مش عايز اسمع اكتر من كده خلاص. اقسم بالله لا، مش هقدر اتخيل اللي حصل. اقسم بالله لا. ليه كده يا انا عمري ما عملت. اسكت كده. اسكت انت يا ارنوب دلوقتي خالص. يا ابو حميد يا ابو حميد، هكلمك تاني. عملت له ايه يا صداع انت؟ انت عشان انا خليتك تتكلم هتقعد تدوشني انا في دماغنا؟ ما انا كنت بلعب معايا. الله، لا ده واضح ان دماغه لسعت خالص، شكلي زودت الكهرباء. تن يا مشاكل. بلاش مشاكل، خد اعملهولي ملوخيه. ملوخيه ولا تقليه؟ ده بيقلش. شوف ده مجنون ده ولا ايه؟ جدا. يلا معلش. عموما يا احمد انا عايزه اقول لك ان انت كسبت معانا، بس عايزه اقول لك ان انت جالك اعلان كبير قوي، وفي مخرج بعت لك حاجات علشان تختار منها. ماشي، بعت لك هديه وبعت لك شنطة فلوس. شنطة الفلوس دي بص فيها فلوس قد ايه. اقعد مكانك، اقعد مكانك. دي بص قدامك حاجة من اتنين، يا تختار شنطة الفلوس دي يا تختار العلبة دي باللي فيها. ممكن يطلع فيها مفتاح عربية، مفتاح فيلا، مفتاح شقة، يطلع اللي يطلع. تختار ايه؟ صراحة الفلوس. خلاص ماشي، انا هدي لك الفلوس عشان تجيب بيها حاجات حلوة وتعمل بيها كل اللي انت عايزه. ماشي، خد بقى الفلوس اهي الشنطة اهي، خدها كلها وحلال عليه. هو ده ورقة ده ولا ايه؟ شفت بقى، مش انا قلت لك تاخد الهديه؟ خلاص هاخد الهديه. لا خلاص، بعد ايه انت اخترت واللي كان كان هو انت قلت الاول اللي هي ورقه. ما انا كنت عايزه اشوف انت هتختار ايه. هختار الهديه. خلاص للاسف فات الاوان، لان الهديه كانت مفتاحين، مفتاح شقه ومفتاح عربيه. شفت بقى وانا قعدت اقول لك مفتاح. ايوه جواها مفاتيح. يعني كل ده مفاتيح؟ مفتاح اتنين بس. ايوه، ما انا عامله لك بقى دي عشان خاطر اخمك. هي اصلا جوه في جيتار، والجيتار متعلق فيه مفتاحين، مفتاح شقه ومفتاح فيلا ومفتاح عربيه. شفت بقى انت طمعت في الفلوس، بس عموما عشان انا بحبك هديلك الهديه دي عشان تاخدها وتروح. مبسوط؟ مبسوط قوي ولا نص نص؟ قوي قوي قوي. وانا كمان مبسوطه ان انت كنت معانا النهارده وبحبك قوي. ماشي، بتحبني وانا بحبك قوي. يلا باي باي. طبعا يا استاذ محمد انا عايزه ارحب بحضرتك جدا، وعايزه اقول لك ان انت نورتني، وان ياسين ده احلى طفل في العالم، ما شاء الله ذكي جدا غير الأخلاق المصرية الأصيلة، مش قادرة أقول لك يعني. وأنا عايز أقول لك إن ابن حضرتك يعني انبسط معانا النهاردة آخر انبساط، أنت شفت طبعًا، دلع دلع يعني. بص مفيش حاجة خلاص، مفيش على الحجر غيره، مش كده يا ياسين؟ صح؟ فعايزة أقول بقى لحضرتك دلوقتي إن إحنا هنعمل لك اختبار بسيط عشان لازم نطمن ان الطفل النابغه بتاعنا ده موجود في بيئه محيطه بيه مناسبه ليه. اوكي، طبعا انت عارف ابنك ولا لا؟ عارفه طبعا. عارفه كويس؟ طبعا.
قد الكلام ده؟ طبعا. هنشوف. يلا دلوقتي ياسين حط السماعات واستمتع بالمزيكا عشان هتكلم انا وبابا شوي ماشي، وبعدين هنرجع لك على طول. ياسين ياسين دلوقتي يا استاذ محمد، انا ما صدقت ان جت لي الفرصه ان حضرتك طبعا انا وانت لوحدينا. ها ها هي استاذ محمد مش هسالك بقى اسئله وحضرتك بقى ترد عليا اوكي؟ ماشي ماشي. اسال حضرتك بس سؤال قبل الاسئله وبعيد عن الاسئله، هو يعني في كم شعر ابيض عند حضرتك؟ يعني بحب قوي الحاجات دي. شعر كله ابيض. ايه؟ شعر كله ابيض. شعر كله ابيض؟ تمام. ده انا بحب قوي الشعر الابيض. يا لهوي، ممكن حضرتك تقول لي ايه اكتر اكله ياسين بيحبها؟ ياكل الكفته. الايه؟ كفته. الكفته؟ وحضرتك؟ انا اكله ليه يعني انا؟ اكل حاجه بتحبها؟ ممكن مكرونه عيني. اعمل لك المكرونه عيني من عندي قبل دي. دلوقتي هنبتدي نسال ياسين، نشوف نفس الاسئله. ياسين 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 يا حبيبي. بصي يا حبيبي هسالك اسئله انا سالتها لبابا اوكي، وعايزاك تجاوب علشان نشوف الاجابات بتاعتكم متطابقه ولا في خطا ما اوكي. يلا بسرعه، اكلتك المفضله؟ كفته. برافو. اكتر لعبه بتحبها؟ الكوره. برافو. بتشجع مين؟ فريق كوره؟ محمد صلاح. برافو. وفريقك المفضل؟ اهلي. برافو. اكتر كرتون بتحبه؟ توم وجيري. برافو. اكتر فنان بتحبه؟ محمد. ايوه محمد مارادونا. محمد مارادونا. برافو، ثقه في الله رقم واحد. حبك يا اسطوره. مش محتاجين نكمل الاجابات ما دام عديتوا النسبه وتناسب ما بين 10 ل 20، فانتوا كده كده فايزين. ودلوقتي هتقدر تغير شكل باباك على قد ما انت عايز، ودي هي الجايزه بتاعتك. هوريك دلوقتي ثلاث اشكال، انت بتحس ان ايه الحاجه اللي ممكن نغيرها في شكل باباك؟ بص معايا كده، بص كده. شايف. طب خد يا حبيبي انت اختار بنفسك، خد شوف كده، اختار اللبس ايه المناسب لباباك وقول لي انا عايز ده يا طنط شوشو. انا حاسه ان الاحمر ده، بما انك بتحب اللون الاحمر صح؟ نجيب له الطقم ده؟ خلاص تمام. طيب اتفضل دلوقتي يا استاذ محمد، اقفل الكتاب ده وحطه وراك. اتفضل يا استاذ محمد، بس معايا حضرتك هتدخل هنا في الجهاز ده، هنا حضرتك، هنا 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 حضرتك هنا. ايوه افتح الباب ده، اقفل بقى وراك وامسك الباب لحد ما، ايوه امسكه بقى من جوه كده الباب، امسكه، لا شده على حضرتك عشان بس يغير لك الطعم. قوم يا ياسين دوس يا حبيبي على الزرار ده، دوس على الاحمر بقى، حاول تدوس على الاحمر. معلش دوس. طب انت طايل ايه؟ طايل ايه؟ انا طايل الاخضر والازرق. طب دوس كده على الازرق يمكن يعمل احمر. يلا طب دوس على البصمه اللي تحتيه، افضل دايس على البصمه دي. لا 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 مش دي، يا لهوي انت دوست على دي. انا انت كده ممكن تغير له شكله خالص. يا ساتر استر يا رب، ده ممكن شنبه يطير. يا ساتر استر يا رب. طب هنعمل ايه؟ طب نفتح كده نشوف. طب اقعد بس، اقعد اقعد بس، وهو هيطلع لما يستوي. غمض عينيك كده ان شاء الله يطلع لك بالطقم الجديد. اطلع يا استاذ محمد. يا ابو ياسين يا حبيبي. ازيك يا ياسين؟ يا حبيبي انا ابوك يا ياسين، غيرت لي الشنب يا ياسين. انا ابوك، تعال يا ياسين يا حبيبي. يا حبيبي حبيبي يا ياسين يا حبيبي، مبروك عليك ياسين، فرحان ببابا الجديد يا حبيبي. احضنني يا ياسين. احضنني بقى، خد الحنان. طب بقول لك ايه يا ياسين، الشكل ده احلى صح؟ لا لا. ليه؟ الشكل التاني احلى. لا الشكل التاني كان فيه شويه شعر ابيض، احنا عايزين الشكل التاني. الشكل لا، هو ده باباك، ده ما بيرجعش خلاص. البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل. يلا يا حبيبي، يلا بينا يا ياسين يا حبيبي. ايوه يا حبيبي، خدوا وروحوا. يلا باي باي. باي باي. باي، مع السلامه يا استاذ محمد. يا استاذ ما هو ده ابوك يا حبيبي.
تعرف الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ طيب انا هقول لك، ده جهاز كشف الكذب اللي هيبين لي انت بتكذب ولا بتقول الحقيقه، لانه متوصل زي ما انت شايف باعضاء مخك الداخليه المتسرسبه الى باقي جسمك. جاهز عشان نبدا؟ جاهز. اسمك ايه؟ ادم محمد محمود السويدي. برافو يا ادم، الجهاز نور اخضر. عندك كم سنة؟ 7. قولي يا ادم، حاسس انك مرتاح ولا حاسس انك قلقان؟ مرتاح. مرتاح؟ قلقان. مش عايزك تبقى قلقان عشان انا حبيتك، بس لو قلت الحقيقة هتساعدني ان انا اكسبك عشان انا حبيتك، عشان انت شبه توتي ابن اختي. شبه مين؟ توتي ابن اختي. انا بحب توتي جدا، انت بتحب توتي؟ تحب المدرسة؟ ايوه. برافو. طب قولي، بتحب زمايلك في الفصل كلهم؟ لا. مين اكتر واحد ما بتحبهوش؟ ياسين. ليه مش بتحب ياسين؟ عشان بيقعد يطلبني، ما بيخافش علي. ما بيخافش عليه؟ بيضربك ازاي طيب؟ بيطلبني في البريك ويوقعني. في البريك ويوقع؟ انا هجيب ياسين ده هنا وهوريله، انا هاخد لك حقك. طب قولي، مين البنت اللي انت معجب فيها في المدرسه؟ نورسين. مين؟ نورسين. نورسين؟ تحب نورسين ليه بقى؟ بتخاف عليا وبتحبني. انت بتحب الناس اللي بتخاف عليك مش كده؟ حساس انت قوي. انت قلت لها انك بتحبها؟ اه. قلت لها ازاي؟ امتى قلت لها؟ يوم الحد. يوم الحد؟ قلت لها ايه بقى بالظبط؟ قلت لها انت بتخاف عليا وبتحبني. قلت لي ايوه يا حبيبي. طب قولي، ايه الاغنية اللي لما بتسمعها بتفتكر نورسين؟ اغنية حبيبتي انت. حبيبتي انت بتاعت كاظم. الله، طب ممكن تغنيها؟ ماشي غنيها. حبيبتي انت 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 حبيبتي انت. الله. تعرف بقيتها ولا لا؟ لا لا، انا عارفه الحته دي بس. بس لما بيقول يا رب قلبي لم يعد كافيا، لان من احبها تعادل الدنيا، فضعف قلبي واحدا مثله يكون في حلاوه الدنيا. تفهم اللي انا قلته ده ولا لا؟ لا فهمت. يعني ايه؟ يعني اللي انت تحبه وتخاف عليه. ازاي؟ يعني انت ما تطلبهاش وتخاف عليه. برافو علي. تعرف ان ضحكتك حلوه؟ اخر سؤال هساله لك عشان انت فاضل لك نقطه على الفوز الكبير. انت بتحبني؟ ايوه. هخليك تلمس حاجات. بص قدامك ما تبصش عليا، خليك باصص قدامك وحاول تعرف ايه هي الحاجات دي. ماشي؟ يلا. دي ايه؟ زحليفه. لا مش زحليفه. ايه زحليفه؟ لا اللي بتلبسها حلو، ما تدخلش ايدك تاني. ها دي؟ اه امسك. قشه. ايه؟ حاول حاول. ليفه. برافو ليفه. شفت بقى كل الحاجات سهله كده اللي جايه دي. بص قدامك. ماشي. يلا. دي مشت. لا مش مشت. اسمه تمساح. تمساح؟ لا مش عارف. لا استنى استنى. طب خلاص هديك اللي بقى.
لكلب. لا مش كلب. ما تدخلش ايه؟ اسمه ايه ده؟ زحليفة. لا. كلب. لا. قطة. لا. انت قلت جنينة الحيوانات كلها. حاول تعرف. مش عارف؟ لا خلاص عرفت. خليه ينزل طب تاني. كلب. كلب. لا مش كلب. كلب. طب خلاص طلع ايدك كده ثانية واحدة. يلا دخلوه له واحدة واحدة كده من الباب. دخلوه له واحدة واحدة. ها بص كده ياسين بص لنا. فتح عينك. قرد. فتح عينك. يما ايه ده؟ وايه ده؟ ايه انت شايفه ايه؟ قرد. بيتزا. ده بيتزا. ايه ده؟ ده بيتزا. يما ايه؟ يما ايه ده؟ هو اللي هيقول لك يما. عامل ايه يا عمر؟ بيتزا. اقول لك عامل ايه تقول لي بيتزا؟ اخبارك ايه يا عمر؟ انا بحب الهمبرجر. بتحب الهمبرجر؟ سيب يا ابني سيب يا ابني هخبطك بيها يا ابني ركز معايا. عامل ايه؟ الحمد لله. الايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس. بصي بقى الاوضه اللي احنا فيها دي اسمها ممنوع الضحك. مش عايزاك تضحك خالص. تعرف تكشر؟ بص دلوقتي هنبتدي مع بعض. اول حاجه بتعرف تنفخ البلالين؟ طيب بص انت خد البالونه دي انفخها وانا هاخد البالونه دي انفخها. اللي هينفخ البالونه بتاعته اسرع وتفرقع هو ده اللي كسبان، واللي هيخسر هيترش، واللي هيكسب هو اللي هيرش التاني. انا عايزك اكتر اذا ما كنت بتاع العوله ورت عليك. ده انا اللي هرش عليك لو خسرت. خد خد دي خلاص هي طارت. خد دي مكان. خلي بالك بقى. ارفعها لفوق كده عشان تتنفخ منك بسرعه. جامد. كده يبقى انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ جدوان. انت كده اللي خسران. خد بقى البس دي وانا هرشك. 1 2 ما تخافش ما تخافش. 3 خلاص خلاص يلا اقلع النضار. تعال تعال ما لبسك. انا هكشر وانت تحاول تضحك. انت ضحكتني وانا خسرت. يلا انت اللي هترشيني بقى. عايز انهي واحده؟ الحمله. اي استنى ما تخافش انت اللي هترشيني مش انا اللي هرش. خد استنى اما اقول لك ابتدي. ما تبتديش غير لما اقول لك ماشي. يلا ابتدي. كفاية. وعدلتك. لا تكريت. اي اي اي. خلاص انت قلت فيا ايه؟